في نكتة بتحكي عن حفرة كبيرة بتوقع فيها السيارات وبصير حوادث بتأدي لقتلى وجرحى بينقلوهم على المستشفى. بيقوم مجلس الوزراء بالبلد الافتراضي اللي عم تحكي عنه النكتة بيجتمع وبيقول وزير منهم أنا عندي فكرة، ليش ما منحط إسعاف حد الحفرة وكل ما حدا يعمل حادث بتكون موجودة؟ أي مواطن بيسلك بالجورة رح ينتقل بسيارة الإسعاف وعلى جناح السرعة. شو رأيك بقى؟ حلت ولا ما انحلت؟ وزير تاني بيقترح انه تنهدم المستشفى وتتعمر حد الحفرة. رئيس الوزراء طلع بفكرة عبقرية يخز العين عنه، قال ليش ما منردم الحفرة وبنحفر وحدة تاني حد المستشفى؟ بس شو اخبار الجورة؟ مصير هذا الردم رح ننسق مع بقية الأطراف، ما في كلام. عم بخبر عن النكتة المعروفة لأنه بلبنان بدل ما فريق صيانة صغير تابع لوزارة بلا طوشة يحل مشكلة قسط المي مكسور، انتقل مجلس النواب على مكان القسط وصار في مساءلة للحكومة لايف من نقعة المي اللي سببها القسط المكسور بين ثلاث نواب ووزير الطاقة. وسط المي كان ناقص بس ينزل الرئيس نبيه بري ويضرب بمطرقته على الأسطل ليهدي الجو بين الشباب. شو هالفوضى هي؟ كل واحد يقعد محله، هي هيدي بتعملنا مشكلة، كل واحد يقعد محله. طار شافوا بالتدخل النواب ملحم خلف وابراهيم منيمني ووضاح الصادق لحل مشكلة الأسطل اللي قاطع المي عن مدينة بيروت خطوة بتستاهل الترحيب والتشجيع. ولا تكونيش فكرة حمارة ونايمة على وداني، يا تحتانا يا مية من تحت تابني، يا شقارة يا نقارة يا عينة الحارة. لا لا بقى، فوق نفسك يا فوضية، شوفي انتي بتكلمي مين، ولا عشان ما انا ذوق معاكي؟ قال عيبة القدرة على المغرفة، قالت لها السوداء مقرف. يا ناس يا هو، هيدا بأي بلد بالعالم بيكون مسؤولية قسم فني صغير بقلب بلدية ما بده حتى إشراف من رئيس البلدية. مفروض إنه شيء كتير بديهي بصير بشكل تلقائي كجزء من الصيانة، لا بده إعلام ولا بده نواب ولا بده وزراء ولا عرضات. إذا بتريد بتحكي، إذا بتريد بتحكي، بتنقي كلماتك. أنا قلت أنا ما عم علي صوتي، أنا قلت بتنقي كلماتك. إحنا وضع حرج، إحنا بنفهم بالطاقة أكثر ما أنتم بتفهموا لأنه الطاقة صفر اليوم. أيوة حلو. أسطى مكسور، مفروض بأي بلد ولو كان بلد منهار اقتصاديا إنه يكون علاج هيك شيء بديهي وبلا تعقيدات. بس نحن أصلا مش بلد، ومن وقت بلش الانهيار بطل في أي شيء بديهي وما عاد في أي شيء طبيعي. انت بخط سياسي عمره 12 سنة مستلم هاي الوزارة بتحمله المسؤولية، ما تهرب من المسؤولية، خلينا بالأصل. وفتنا كلنا بالأسطل حرفيا، ما في مصاري لنصلح وهني عم بيلوموك. بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ المهم ثلاث نواب ووزير اجتمعوا بالأسطل أو على الأسطل وعملوا جلسة أخذ ورد مع الزميلة زهراء فردون مع شرح تفصيلي طبعا عن الأسطل. دام النقاش ساعات واتفق الطرفان على عدم الاتفاق. تخللوا تطرق لموضوع الملاحم. ايه والله مثل ما عم خبركم، تفضلوا. هيدا اجوا لقطوه هلا، كانوا حاطين البلانكو يلي بيطيروا فيه هيدا بالملاحم، في عندك بلانكو ليرفعوا البقره المسلوخه، كانت هي عم بيشتغلوا بعدم كفاءه. هو مثل كانه ملحم خلف عم بيقول له لوزير الطاقه وليد فياض انه لما توقع البقره بيكتروا سلاخينا. واضح كان انه النواب الثلاثه نازلين سلخ فيه للمعطر وهو ما وفر حاله، بس اجا بده يجاوب سلخ حاله بحاله. بدي اروح على مصر لاني مدعو كرئيس المجلس الوزاري الميل للمياه اني يدير الجلسه بكره انا والزميل الوزير بالسلطه الفلسطينيه بفلسطين، لانه بموضوع التعرض يعني الامن المائي الفلسطيني للخطر بظل العدوان الاسرائيلي. طب رشحني وانا فرفشه لو عنده ازمه قلبيه. عشان ما تفرفشيش انا الاول. الزلمه رايح على مصر على مؤتمر عن الامن المائي الفلسطيني وعاصمته بيروت مقطوعة من المي لأنه في أسطل انفجر وما عم بيعرفوا يصلحوه. يعني لو حدا عم بيكتب سكريبت لسكتش كوميدي
ما بيطلع معه هيك بهالسوريالية وبهالكوميديا السوداء. والله اللي اسمه الله انه الواحد بيضيع مين الأسطل بكل هالمعمعة؟ إنه أنا بالنتيجة عم بحمل مسؤوليتي وعم بيجي لهون وعم عطل حالي رغم إنه عندي هلأ سفرة بعد الظهر. لو هذا الواجب بيردوا بنرديتوا.